قعدت فترة كبيرة كل ما أعمل عمل يسيبوا كل العمل ويتكلموا على الباروكة. مرحبا بكم مشاهدينا في فيديو جديد. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد قناة أخبار الفن والمشاهير. صابرين تجهز بالبكاء على الهواء بسبب السوشيال ميديا. صابرين أجهزت بالبكاء على الهواء بعد انهيارها أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية. كانت صابرين جدلا واسعا بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام صورة لها بدون حجاب لأول مرة منذ سنوات. وقالت صابرين إن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب وراء تصرفها ونشر صورتها بدون حجاب، وعلقت على الجدل الذي أثارته الصورة أنها تعبت من السوشيال ميديا على طول الشتائم كما نشاهد في هذا الفيديو. تتكلم عني نص كلمة غير إني بقيت بلبس باروكة؟ إيه اللي عملته غلط في حياتي عمر ممكن أتمسك عليه؟ إيه عملته غلط في حياتي يتمسك علي؟ إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس ما عندهمش دين ولا أخلاق؟ أضافت أنها تعرضت إلى الكثير من الانتقادات اللاذعة والغير مبررة من الناس سبب لها ألم نفسي شديد لم تستطع تحمله، لذلك قررت خلع الحجاب. وقال الفنان: ارتدت الحجاب منذ سنوات عدة حيث كانت تظهر في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات بالحجاب التقليدي أو التربون قبل أن تظهر فيما بعد بالشعر المستعار أو ما يسمى بالباروكة، ومن ثم نزع الحجاب وأنها ليست محجبة لكنها محتشمة. الجدير بالذكر أن الفنانة صابرين من مواليد عام 1967 وهي من عائلة فنية. خالتها الفنانة الراحلة نعيمة عاكف دخلت الفن عندما شاركت وهي في الرابعة من عمرها في فيلم سواق التاكسي وليلة القبض على فاطمة أبو العلاء البشري وأخرها مسلسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان علي ربيع. مشاهدينا، أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة ووضع التعليق أسفل الفيديو ليحفزنا. إلى اللقاء مع فيديو قادم.